أو في مكتبة مثلاً عامة ما أقدر أتبرع المسلمين في الفلوس هذه. أنا أعرف دكاترة في الجامعة ما يشتري جريدة أصلاً يقول هي سلسلة حرام أقطع على كلام كله كذب ونفاق. أروح أتبرع فيها حق المسلمين اللي قاعد يموتون من الجوع، أتبرع فيها حق المساجد اللي قاعد تهدم، أتبرع فيها. إحنا جريدة وجريدتين وثلاث وأربع وعشرين مجلة ويقرا وخلاص ويقطعها. تقول ليش يا إخواني؟ لأن اللي عنده خير مو فاقده ما يحس فيه، لكن اللي يفقد الخير يحس فيه جداً، يحس فيه يعني تماماً. طبعا قصة المناظرة إبراهيم مع قومه معروفة، لما هدم الأصنام وضع يعني الآلة بيد الصنم الكبير، لما قال لمن هدمها قال كبيرهم إلى آخره، إلى أن جاءوا إلى المحاكمة ويأسوا من إبراهيم فجاءوا حتى يحاكموه فوثقوه بالحبال وربطوه لأنهم يأسوا منه. فماذا فعلوا؟ فعلوا شيئا لا يعني يطاق في عقل البشر، نبي من أنبياء الله يوثق بالحبال ثم بعد ذلك تجمع الخشب والحطب والأصيل وتوضع في أرض كبيرة وتشعل النار حتى أنها ارتفعت كتب اللهب وروى المؤرخون أن من شدة ارتفاع لهب النار أن الطير إذا طار في السماء سقط مشويا لأنه لا يستطيع أن يطوف عليها. وماذا يفعلون بإبراهيم؟ الناس تقف بعيدا من النار لأنها اشتعلت حتى أن من حقدهم ومن كرههم كما يروي ابن كثير في البداية والنهاية أن المرأة إذا نظرت نظرا تقول فوالله لأن فعل لله كذلك فإن نذري أن أجمع حطبا حتى أحرق فيه إبراهيم مع القوم. هكذا كانت تنذر النساء وأشعلوا النار ولم يستطيعوا أن يقذفوا إبراهيم في وسطها. فقام رجل يسمى هرز أو هكذا كما يذكر ابن كثير في البداية وجعل لهم منجنيق وجعلوا فيه إبراهيم ثم بعد ذلك قذفوه في النار من بعيد. فلما قذفوه من النار وهم يقفون من بعيد وينظرون والشرر يطير حتى أنه حرق بعض لحاهم وهم يقفون بعيدا عن إبراهيم وإبراهيم في وسط النار. عندها جاءت الروايات كما جاءت البداية والنهاية، روايات أكثر من سبعة تروي أن أناس أثبات أشياء حدثت ومعجزات وقعت لنبي الله عليه الصلاة والسلام. يا ناس وقعوا ناس يرمون النبي في النار، كيف الكفار واليهود والمشركين لا يطيقون أن عندما يدخلون المذابح في فلسطين وفي غير فلسطين يذبحون المسلمين ذبحا كما تذبح النعاس، بل يمثلون بهم، بل يدوسونهم بالدبابات. يحدث هذا لأن القلوب حاقدة منذ زمن بعيد ونحن ما زلنا نجري وراء المبادئ الهدامة وراء العناوين الساقطة وراء الشعارات البراقة المزيفة التي كلها سقطت وجيست بالأحذية والأقدام. وما زال شبابنا وما زال أبناؤنا يرفعون شعارات، منهم من يقول ماركس ولينين وستالين، ومنهم من يتجه في صلاته إلى الكرملين في روسيا، ومنهم من يعمل في أمريكا، ومنهم من يدعو القومية العربية، ومنهم من يجري شمال ويمين ولا يدرون أين الله وضعهم وماذا يريد الله سبحانه وتعالى منهم. وقع إبراهيم في النار والنار تشتعل وتحترق، وعندها قال الله سبحانه وتعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ما قال لها يا نار انطفئي كما قال علماء البلاغة، ولم يقل لها للمطر أن ينزل، ولكن قلب النار من الحرارة إلى البرودة المعتدلة. وهذا هو الإعجاز وهذه هي المعجزة وهذا هو تدخل الله سبحانه وتعالى في هذا الشيء. كما جعل كل فرق كالطود العظيم عندما موسى ضرب البحر جعل من السائل جامدا ومن الماء يابسا، وهذه هي المعجزة القوية. عندها قال بعض السلف رضي الله عنهم أن جبريل عرض له في الهواء وهو في النار، جبريل في الهواء عند إبراهيم يقول له هل لك حاجة في يا إبراهيم؟ قال أما إليك فلا وأما لله طبعا فنعم. وعن ابن عباس وسعيد بن جبير قال جعل ملك المطر يقول متى أمر فأرسل المطر، فكان أمر الله أسرع، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال ابن عباس وهذا من بلاغة القرآن لولا أن الله قال وسلاما على إبراهيم لآذى إبراهيم بردها، قال كوني بردا، لو قال كوني بردا بس تجلد إبراهيم، لكن بردا وإيش وسلاما حتى تكون برودة شديدة وحتى يسلم إبراهيم عليه السلام. وقال كعب الأحبار لم تشبع أهل الأرض يومئذ، لم ينتفع أهل الأرض يومئذ بنار ولم يحرق منه سوى وثاق إبراهيم. لما الله سبحانه وتعالى قال كوني بردا وسلاما خاطب النار، فكل نار على وجه الأرض
في مشارق الأرض ومغاربها أصبحت باردة، فحتى في الشمال والجنوب والغرب والشرق الناس الذين يقضون طعامهم ويحرقون النار، توقفت نيران الدنيا كلها إلا نار واحدة هي التي لم تتوقف، التي كانت تحيط بيد إبراهيم حتى أحرقت الوثاق الذي كان بيده. فالنار والله ما عادته، لا حرقت له شعرا ولا ثيابا ولا جلدا ولا قربت من لحم ولا عظم، إنما حرقت الحبال التي كان موثق فيها كما قال كعب الأحبار. عندها صار عندها كما جاءت في روايات كذلك في البداية والنهاية، أن أم إبراهيم عليه السلام لما رأته قالت: يا إبراهيم ادعو الله أن أأتيك وأضمك وأقبلك، ادعو الله أن يبرد علي النار. فقال: نعم. فجرت أمه في وسط النار وأخذت ابنها وضمته وقبلته وارتقته على قدرها، ثم خرجت وهي تبكي على ولدها. عندها قلب الله النار إلى روضة خضراء، والنمرود من القصر يطل من بعيد ولا يكاد يصدق. انتقل الجحيم إلى جنة، انتقلت النار إلى روضة يجلس فيها إبراهيم. عندها ماذا قال أبو إبراهيم الكافر؟ ماذا قال أبو إبراهيم؟ روى ابن عساكر عن أكرمة أن أم إبراهيم نظرت على رواية الأم إلى ابنها عليه السلام فنادته: يا بني إني أريد أن أجيء إليك فادع الله أن ينجيني من حرها من حولك. فقال: نعم. فأقبلت إليه لا يمسها شيء من حر النار، فاعتنقته وقبلته ثم عادت. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: أحسن كلمة قالها أبو إبراهيم اللي هو آدم، إذ قال لما رأى ولده في تلك الحال في الروضة الجميلة وراحت النار ما عادت ولده، طبعا وإن كان كافر قلبه يحل على ولده ما يستطيع أن يمنع قومه، قال: نعم الرب ربك يا إبراهيم، نعم الرب ربك يا إبراهيم، هذا اللي ينجيك ويبطنك في النار نعم الرب هذا، مع أنه إيش؟ مع أنه هو كافر. عندها في روايات جميلة، منها في البخاري ومنها يرويه الإمام أحمد ومنها غيرهم، أما رواية البخاري عن أم شريك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزر وقال: كان ينفخ على إبراهيم. الرسول أمر أن يقتل الوزر، فهذا الوزر كان ينفخ على إبراهيم يزيد النار في عالم. ما هو الوزر؟ هو اللي نسميه البريع، اللي نسميه البريع، في هذا هو الوزر. يعني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. وقال الإمام أحمد رضي الله عنه يروي الرواية عن نافع مولى عمر يقول أن عائشة أخبرته أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: اقتل الوزغ فإنه كان ينفخ النار على إبراهيم. قال: فكانت عائشة تقتلهم. وروى الإمام أحمد أن امرأة دخلت على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فإذا رمح منصوب، فقالت: ما هذا الرمح؟ فقالت: نقتل به الوزغ. بيت عائشة كان رمح طويل موجود، قالت: إيش الرمح هذا؟ قال: أقتل فيه الوزغ، لأن الرمح هذا من فوق بالسقف بالعريش بالطوفة حتى تقتل هذا الوزغ. ثم حدثت له عائشة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن إبراهيم لما ألقي في النار جعلت الدواب كلها تطفئ عنه إلا الوزغ، فإنه جعل ينفخ عليها. كل الدواب الحيوانات تنفخ النار، يعني تحاول تطفي النار، إلا من؟ إلا هذا الوزغ كان ينفخ النار. فينفخك دخل، يعني خاف ربك نبي تروح تدخل تنفخ عليه وكذا. يعني والله واحد مشكلة يا جماعة، شفتوا بالإنعام إنزين حقيقة، يعني حتى الواحد يؤجر فيه. يعني في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام وأظن في سنة 75 كانت في عائلة في شرق أظن، يعني الأم كانت عندها أولاد صغار يعني 5 4، كانت سوت الحليب، فلما ذهبت وسقت الأبناء الصغار عادت، فلما عادت وجد الأبناء كلهم مسبحين، سلام ما لحقوا على ولا واحد منهم، كلهم ماتوا الأطفال الصغار. لما رأوا اللي كان في هذا الوزغ طايح في الحليب، وزغ كبير وكان يعني مسموم يعني، وحتى إذا حطت الطعام مثلا البطيخ وكذا، خاصة البطيخ أكيد ينطق عليه يشم الريحة سريعة، فيعني الواحد يحفظ الطعام ويحفظ الآنية ويحفظ، وهذا كان من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام يغطي الآنية ويكهها ويفكرها عن الفئران عن هذه الأشياء. زواج إبراهيم عليه السلام
إبراهيم تزوج بزوجتين، الأولى اللي هي الأولى سارة، الثانية هاجر. سارة طبعا كانت عاقر ما يأتي لها أولاد، إلا بعدين لما كبرت طبعا الملائكة جو بشروه، جاء لها ولد يسمونه إيش؟ يسمونه إسحاق. وبعدين راح نجي على القصة اللي تزوج إبراهيم بواحدة ثانية اللي هي هاجر، اللي ولدها إسماعيل، اللي من نسل من الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا سارة لما ما جوا الأولاد وجت الملائكة إنزين، وقال إنه بشروها بالغلام، قالت يا ويلتي، كما في القرآن الكريم، يا ويلتي أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالت الملائكة، قالت أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. هذا من إعجاز الله، من إعجاز الله سبحانه وتعالى. طبعا إبراهيم توفى عمره 250 عام. المناظرة التي جرت بين إبراهيم وعدو الله النمرود ابن كنعان الكافر مناظرة معروفة، في عبارة مشهورة تذكر في كتب التاريخ والتراجم والسير، أن حكم الدنيا كلها، يعني كل الدنيا مو بلد ولا بلدين، حكمها مؤمنان وكافران. أما المؤمنان فهم منه ذو القرنين وسليمان بن داود، أما الكافران فهو النمرود بن كنعان، هذا اللي كان في عهد إبراهيم، والكافر الثاني بخت نفر الذي ذبح اليهود ذبحة عظيمة معروفة في بيت المقدس. مؤمنين وكافرين. إبراهيم عليه السلام لما وجد هذا الكافر يقول أنا الله وأنا الرب، وسمع إبراهيم يقول أن الله هو الواحد وأن هذا ليس إله وإنما هذا كافر مشرك، جاب عنده في القصر وأدخل عليه في القصر وبدأت المناظرة. قال النمرود من ربك يا إبراهيم؟ وهل لك رب غيري؟ قال إبراهيم، هك صور واحد قاعد على طاولة يقول حق واحد ذكر رب غيري، يعني شوف الكفر لأي درجة يوصل بالإنسان. قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، جاب له شيء ما يستطيع أن يفعل البشر، ربي هو الذي يحيي ويميت. إن هاي دلالة عظيمة من دلالات الخلق والعظمة. قال النمرود، قال أنا أحيي وأميت. سوى قال حق الحاجب ماله على الباب، روح جيب لي اثنين، جاب له اثنين، فحكم عليهم النمرود بالإعدام، اثنينكم راح نعدمكم، يلا اعدموهم، مسكوا الأول واعدموهم. أما الثاني فقال لحظة اطلقوا صراحة، يعني خلاص يعني بريء، طلع براءة. فأما الأول اعتبر قتل عدل، والثاني قال هذا قال كان بيموت بس أنا حيته ما مات، شو استخافة العقل. فلما فعل ذلك قال له إبراهيم، قال له قبل أن نجيب الآية في رواية تاريخية تقول له إيش قال إبراهيم تكة، قال أحي الذي قتلته، يعني هذا اللي مات فيه. إنزين خش تكة، يعني قال إذا تحيت أحي هذا اللي ذبحته، خلي أحي مرة ثانية. يلا ما استطاع طبعا، ولكن قال الحجة في تأديس رواية الله أعلم بصحتها، زين تذكر كتب التاريخ، لكن النص القرآني إيش يقول؟ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. بهت، ذعر. وهكذا الكافر دائما يبهت ويذعر، لأن ليس له دليل وليس له حجة وليس له دليل. القصة اللي فعلا يتعجب منها الإنسان هذه القصة، لما رحل إبراهيم إلى مصر، ليش راح مصر؟ قحط وجوع في أرض المقدس وفلسطين، فأخذ زوجته سارة، كانت لحين عند سارة ما عنده غيرها، إنزين، وذهب إلى مصر، وكان يحكم مصر سنان بن علوان، وهذا هم واحد زنديق ثاني، كان سبحان الله الحكام كلهم زنادقة، ودائما أهل الأرض دائما الحكام زنادقة، واللي مو زنديق ويدعي من الإسلام يا ابن الحلال، تصويت الشريعة نبيها بارك الله فيك، إنزين، لف ودوران من خلف، واليوم اليوم يوم الثلاثة اليوم تصفت على الشريعة، اليوم المجلس إذا ما أجلوه تصفت على الشريعة،
يعني يطرحون الشريعة الإسلامية. يلا تبون الشريعة ولا ما تبون الشريعة؟ بعضهم ينتخب الله يرفع إيده جزاه الله خير، إنزين، وبعضهم لا. فعاد نشوف إن الله ينجح في الانتخابات ولا ما ينجح في التصويت، هذا مو كفر ولا كفر؟ فعاد إحنا هذا أصلاً التصويت على شرع الله غلط وحرام، ما يجوز أصلاً. الله جاب الكتاب نطبقوه. لا والله، الخمر حلال ولا حرام؟ سو تصويت. الزنا حلال ولا حرام؟ سو تصويت. فإذا كانت الديمقراطية الغربية حكم الشعب أو حكم الأغلبية فهذا باطل، لأن قد تكون الأغلبية كافرة. بل الأغلبية قالوا أنا بشرع الله، الأغلبية قالوا أنا بالزنا، الأغلبية قالوا بالمنكر، الأغلبية قالوا بالكنائس واليهود، خلاص صار شرع تعزيز الله عز وجل. والله دائما يقول ولكن أكثر الناس لا يعقلون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يذكرون، دائما أكثر الناس في ضلال. فنروح لننتخب الله ونرشح الله، وبعدين وقت انتخابات يجينا وراها يقول أول شيء الشريعة الإسلامية، ويصلي ويبني. إحنا أمة تعبانة، إحنا أمة تعبانة جدا يا إخواني، قاعد نسير بالهواء وإحنا مغمضين. إنزين، فإن نمرود مو واحد، إن ماردة كثير. في نمرود هندي ونمرود عربي ونمرود خليجي ونمرود أنواع إن ماردة مو واحد يا إخوان. فحنا يا إخوان خلنا نحط عقولنا براسنا أول شيء، والناس خلت تختار لعينها، مو نوكلها عيش ولحم بس. أول يركض وراء مصلحتها، آخر ما ننظر إليه الدين، آخر ما نلتفت إليه الشريعة، آخر ما يحل القلب التوحيد، وبعدين نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويجي مولد النبوي ويحفل وكذب على العبادة. مولد نبوي حفل بيوم واحد، بالإضافة إلى أنه إنزين مبتدع في الدين، فوق هذا غسل المسلمين. مولد نبوي والشركات السياحية صارت في لنجات على أشكال إسلامية، والإعلام يحط محاضرات إسلامية، والكل في نفس الوقت حرب على الله. بنوك ربوية، الزنا شغال، المزارع فيها فاحشة، الحكم ما يطبق شرع الله، الإعلام فاسد ومنحط، المدارس فيها اللي فيها، وزارة التربية فضيحة فيها، كل شيء حرب على الله. بعدين نقول حكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، حكم بما شرع الله، هذا كذب على الشعوب. لذلك إذا قال لكم نطبق الشريعة الآن، الحدود قطع الإيد وكذا، نطبقها مثلا من باكر، هذا أكبر هدم للإسلام، أكبر هدم للدين، وأكبر هدم للتوحيد. وأول من يعارض يجب أن يعارض. ما نبيكم تطبقون الحدود. ليش تطبقون الحدود؟ تطبقون الحدود في مجتمع الفكرة، صح الوضع الاجتماعي والإسلامي أولا، بعدين طبق الحدود. أما تفتح باب الزنا، الإعلام يقول اذني، والجرائد يقول اذني، والمزارع يقول اذني، والدنيا كلها تقول اذني، والشباب لا يربى على التوحيد والإيمان والخلق، والاختلاط في الجامعة وفي الشارع وفي المدرسة وفي السوق وفي كذا، بعدين تقول نطبق الرجل على المحصن والجلد على غير المحصن. لا يا أخي، فتحت أبواب الزنا وبعدين قلت لكم لا تزنون، أول من يرجم وزارة الإعلام اللي عليها، بعدين الصحفيين حطوا مكفخ فيهم كلنا، أول واحد أنا الله حررتنا فيهم، وبعدين كلهم يرجمون هذين لأن هم اللي بحثوا الزنا. فإحنا ما نفتح أبواب المنكر على ما يقول الشيخ حسن أيوب، تحط السمنة على النار تقول لها ما تفتح شيء، راح تصيح رسمي على أي واحد، راح تصيح يا إخواني. هذا اللي صاير في المجتمع. عمر بن الخطاب عطل الحد القطع والسرقة، ليش؟ لأنه صار جوع وقحط، فالواحد راح يبوق إنه يعان. متى يرفع إيده؟ إذا كان بيت الزكاة موجود يعطي الفقراء اللي ما يستطيعون والمرضى، وكان وفر أعمال يا إخوان. إحنا حتى روح الشريعة إحنا عارفينها، حتى الدين إحنا عارفينه، يقدمون العرف على الدين يا إخوان. هذا مو زندقة، هذا مو جنبزة على ما يقولون. طيب شوف القصة هذه، حتى تعرفون إن ما أردوا نختم فيها حتى لا طويل. لما ذهب إبراهيم إلى مصر كان فيها حاكم يسمونه سنان بن علوان، وهذا الحاكم لا بارك الله فيه، من يشوف رجل عنده زوجة جميلة اختطبها منه غصبا عليه، ويأتي بها الفاحشة ويجعلها في قصرة. فلما ذهب إبراهيم هناك كانت سارة جميلة فسمع عنها، فدعا إبراهيم وقال من هذه المرأة التي يقولون أنها جميلة معك؟ طبعا أنا أصير القصة بالمعنى. قال إنها أختي، يقصدين أختي، أختي بالدين. قال إنها أختي، فطلعت فراح قال أدخلوا علي سارة. القصر قاعد عند قاسيته والناس قاعدة، فراح قال حق سارة إبراهيم إن دخلت علي قولي أنك أختي، فليس على الأرض مسلم إلا أنا وأنت. وكما قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون أخوة، ما اعتبر كذب، لأن إذا قال زوجته راح يقدر غصب عليه. فذهبت ودخلت، قال من إبراهيم؟ قالت هو أخوك. فلما رأى جمالها مد يده عليه وأراد أن يغصبها أن يغصبها، فلما مد يده دعت عليه فتجمدت اليد، فخاف وارتعب
وقال ادعي الله يعني ادعي الله ان يفل من يعني ان يفكني من هذا. فدعت الله فعادت اليد كما كانت. ثم راودته نفسه في المرة الأولى أراد أن يجذبها تجاهه فتجمدت يده فقال ادعو الله فدعت الله فرجعت يده وقال لحاجبه أطلب منك أن تدخل علي امرأة جميلة فتدخل علي شيطان أخرج بها في الخارج. فلما خرجت وراها إبراهيم وكان إبراهيم طوال الوقت يسجد لله عز وجل ويطلب الله سبحانه وتعالى الاستعانة. يا أخواني دائما نستعين بالله حتى في النار لما ألقي بالمنجنيق كما قال البخاري رواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان دعاء إبراهيم حسبي الله ونعم الوكيل. في هذه كذلك ماذا فعل؟ كان يسجد الله عز وجل ويدعو الله أن يفك زوجته من هذا الذئب البشري. فعادت إلى زوجها فأشار لها إبراهيم هكذا يعني ماذا فعل؟ قالت إن الله سبحانه وتعالى حماني إياه. هذه القصة واقعية ولا خيالية؟ حقيقة يعني الواحد اللي يقراها يقول إنها خيالية لكن يطالع أن رواه البخاري ومسلم فيسكت والكتب الصحاح كلها روايات. خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأن شر الأمور محدثاتها وأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن نبي الله نوح بعدما انتهينا من الكلام عن نبي الله آدم بعدما انتهينا من الكلام عن عصمة الأنبياء. واليوم إن شاء الله نتكلم عن أبي الأنبياء ألا وهو سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى وجعله له خليلا وهو الذي كان إماما للمتقين وهو الذي جاء من بعده كل أنبياء بني إسرائيل وهو الذي من أولاده إسماعيل الذي يكون من سلالته محمد عليه الصلاة والسلام وهو الذي ابن أخيه نبي الله نوح الذي بعث إلى قومه الظالمين وهو الذي طلب من الله فلم يرده إبراهيم عليه السلام نبي الله. إبراهيم هو الذي يقول الله تبارك وتعالى عنه واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. ما نسبه؟ من والده؟ إلى أين ينتهي نسبه؟ قال المؤرخون هو إبراهيم ابن سارح ابن ناحور ابن ساروب وينتهي نسبه إلى سام ابن نوح. ينتهي نسبه إلى سام ابن نوح. واسم سارح هذا الذي هو والد إبراهيم من اختيار المؤرخين ولكن نحن المسلمون إذا رأينا دليلا من كتاب الله ومن سنة رسوله يعارض قول المؤرخين فلا شك يسقط قول المؤرخين إن كان ضعيفا أو كان لا يؤول حتى ينسجم مع ما في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام أو من كلام الصحابة فإنه يسقط. ولذلك القرآن الكريم ذكر لنا بصريح العبارة أن والد إبراهيم من هو؟ آدم. كلمة واضحة ومحفوظة ومنتشرة ومشهورة ويتناقلها الناس الصغير والكبير أن آدم هو والد إبراهيم. بعض المفسرين من المسلمين ومن أهل السنة أصروا على أن اسم والد إبراهيم هو سارح وقالوا أن آدم هو عم إبراهيم وإنما دعاه هكذا بأنه أبيه من باب المجامل. ولكن هذا القول كذلك ضعيف كما يقول العلماء والمحققون. لماذا؟ يعني ليش قالوا إن والد إبراهيم هو سارح ما هو آذر؟ قالوا إن كيف نبي ويكون والد آذر وآذر كما بصريح القرآن كافر
لا يؤمن بالله عز وجل، يعبد الأصنام كما سيأتي معنا بعد قليل في الآيات الكريمات، فاستبعدوا ذلك. ولكن رد عليهم العلماء، قالوا إن كون النبي يكون والد كافر ما يقدح في نبوته ولا يقدح في شخصه ولا يقدح بأنه مرسل من الله سبحانه وتعالى. فهذا فرعون كافر، مع ذلك من زوجته؟ زوجته مؤمنة عابدة عارفة لله عز وجل. وهذا نوح نبي مؤمن، وابنه من؟ أحد أبنائه كان كافرا ومات على الكفر. إذن هذه مسألة بعيدة وتأويل غير قوي وغير صحيح. إذن والده هو آجر كما جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام البخاري رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلقى إبراهيم أباه آجر يوم القيامة وعلى وجه آجر قترة وغبرة، يعني سواد وغبار. الآن يوم القيامة كل واحد يلتقي في أبوه، كل واحد يلتقي بأقرب الأقرباء إليه، فلما يلتقي سيدنا إبراهيم مع أبوه الكافر مع أبيه الكافر آزر وعلى وجه آزر قترة يعني سواد وغبرة يعني غبار من ظلمة الكفر، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصيني؟ يعني يقول لأبوه: ألم أقل لك لا تعصيني؟ فيقول له أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا ربي إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، وأي خزي أخذى من أبي الأبعد، يعني أي خزي أخذى من أن يكون أبي هذا في النار وفي الكافرين. فيقول له الله رب العالمين: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقول إبراهيم: انظر ما تحت رجليك. فينظر فإذا هو بذبح مترقص، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. إذن هذا الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام البخاري يدل بنفس العبارة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يلقى إبراهيم أباه آزر. إذن آزر هو والد سيدنا إبراهيم ابن كثير، له كلام في البداية والنهاية ينقله المؤلف، كلام جميل جدا. يقول بعدما يذكر قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، لأبيه آزر، القرآن قال كذلك، ماذا يقول ابن كثير؟ وهذا يدل على أن اسم أبي إبراهيم آزر، وجمهور أهل النسب يعني علماء النسب ومنهم ابن عباس على أن اسم أبيه تارح، وأهل الكتاب يقولون تارح بالخاء، فقيل إنه لقب ببر كان يعبده اسمه آزر، لقب لصنم كان يعبد اللي هو تارح اسم آزر. فتكون ينقل بعد ذلك من كثير كلام ابن جريج يوثق به الكلام هذا، يقول: والصواب أن اسمه آزر كما ذكر القرآن، ولعل له اسمان علمان، أحدهما لقب والآخر اسم، يعني يكون اسم آزر ولقبه وكنايته سارح، أو يكون له اسمين، لكن الصريح والمشهور والقوي واللي عليه المعول هو أن اسم والد إبراهيم آزر. هذا اسمه يأتي لك تحت باب، فما كنية إبراهيم عليه السلام؟ أما كنيته كما روى ابن عساكر عن الصحابي الجليل عكرمة قال: كان إبراهيم عليه السلام يكنى أبا الضيفان، والد الضيفان، يعني والد الضيوف. ولماذا سموه كذلك؟ لأنه كان كريما مضياسا سخيا، تعطي يده القريب والبعيد، الذي يعرف والذي لا يعرف، فإنه كان كريما سخيا على الضيوف، فسموه أبو الضيفان. هذا إبراهيم يسمى أبو الضيفان، لذلك جاء من ولده إسماعيل وكان كريما، وبعد ذلك انتقل هذا الكرم من إبراهيم إلى إسماعيل إلى بقية العرب. سيارة رقم 7051، الضوء الأمامي مفتوح، الضوء الأمامي مفتوح، 7501.
نذكر القصة التي تدل يا أخواني على كرم سيدنا إبراهيم. لما دول الملائكة ما كان يعرفهم، هم كانوا مارين عليه، ما كانوا يقصدون زيارته، لكن كانوا يقصدون الذهاب إلى ابن أخيه لوط نبي الله حتى يهلكوا قومه الذين يأتون الرجال من دون النساء. قال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، غيركم غريبين. فراغ إلى أهله، راغ ذهب بخفية إلى أهله، فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة. لما شاهدهم ما تنتم إلى الطعام والأكل، لأن الملائكة ما يدري. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. إذن هذا يدل على الكرم، والآية ذكرت في كثير من مواطن من القرآن الكريم تدل على كرم نبي الله إبراهيم، وكان يسمى بأبي الضيفان لأنه كان سخيا وكريما. ولادة إبراهيم عليه السلام، أبوه آزر، آزر جاء بولد يسمى إبراهيم، ثم بعد ذلك ولد يسمى ناحور، ثم بعد ذلك ولد يسمى هاران، هاران جاء له ولد يسمى لوط. فهذا لوط ولد أخو إبراهيم، يعني إبراهيم عمه، ولوط نبي من الأنبياء. فإبراهيم، ناحور، هاران، وإبراهيم طبعا أبناء جايين بالتفصيل إن شاء الله بعد ذلك. ولد ببابل، ولكن دائما ينسب بأنه ولد بدمشق لأنه صلى فيه إذ جاء معينا لابن أخيه لوط عليه السلام، كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية. طبعا هو تزوج بعد ذلك يعني بسارة، وانتقل من فلسطين يعني بعد أن كان في بيت المقدس إلى مصر، وكانت لها ردة، ثم بعد ذلك مكة، يعني كانت لها دولة عليه السلام في البقاع والديار. وكان المذهب والعقيدة والدين الذي كان فيه أهل الجزيرة والشام هو عبادة الكواكب من دون الله، حتى على أبواب الشام السبعة على كل باب هيكل لأحد الكواكب، كانت الناس يتجهون في العبادة إلى الكواكب ويذبحون لها القرابين ويقربون لها الذبائح من دون الله سبحانه وتعالى. فكانوا في ضلال وفي شرك عظيم جدا، وما كانوا يعرفون التوحيد أبدا، وما كان مؤمن في ذلك الوقت إلا إبراهيم وزوجته سارة ولوط ولد أخيه هاران. دعوة إبراهيم كانت يا إخوة هي دعوة التوحيد، وأخذ يدعو قومه إلى الدين الصحيح وإلى التوحيد. ولكن المشكلة أن حتى والده، حتى أقرب الناس إليه، حتى أبوه كان مشركا كافرا ينهره ويزجره من السير في طريق التوحيد وفي عبادة الله سبحانه وتعالى. وهذا يدلنا يا أخواني أن بعض الأحيان المؤمن يكون من أعدائه وضد دينه أقرب الأقرباء إليه. أعرف رجل في منطقة ليست بعيدة، إذا وقف ولد صغير بالابتداء يقف على السجاد يصلي وضربه كف على وجهه قال له شو تسوي تلعب؟ لا شوفك توقف على السجاد وتصلي مرة ثانية. والد ملحد، واحد ثاني ومو بعيد يدز ولده إلى روسيا ويكفر ولده ويأمره بعدم الصلاة ويشككه في وجود الله، وهم ما هو بعيد. واحد ثالث يوم السبت الماضي الساعة 11 وفي كلية التربية في الجمعية يدخل على النشام يقول أنه مسلم يوم السبت الماضي، بنطلون جنس، قميص مخطط، الشعر ما أدري شو نسوي فيه. فجلس وأخذ يريد من واحد من الجالسين أن يثبت له أن الله موجود، وكان معه كان له صديق قل لي عنه، فقلت نجيب الجمعية، وفعلا جابه. والملحد يا أخواني والشاك في وجود الله والمنكر جبان وخواف ورعديد وما عند أي قوة قلب يناقش، لكن هكذا يلعبون بالعبارات. والملحد أحد اثنين، أما واحد مكابر، أحد ثلاثة، أما مكابر
ما يؤمن بوجود الله، وهذا الصدود عنه أفضل. وإما شاك وهذا تجلس معه وتبين له الدين، وإما هادئ وهذا لا تلقي له بالا وليس هناك داع أن تنفتح معه بنقاش. والملحد ما يقول لك أنا ما ليش يقول لك أنا ما أؤمن بوجود الله، حتى لما تقول له ليش ما تصلي يا فلان، ليش ما تعبد الله سبحانه وتعالى، ليش ما تدخل المسجد، ليش تفعل الفاحشة، يقول لك ماكو الله على عيش فضلي. فحتى يبرر معصيته ويبرر كسل من العبادة يجعل هناك متكئ يتكئ عليه وهو نفي وجود الله. جلس عندنا في الجمعية وطلب بعدين وقعد، فقال أنا ودي تثبت لي وجود الله إثبات علمي مو إثبات عاطفي وكلام عام هالشكل. قلت له طيب أنت مسلم؟ قال لي نعم. قلت له والدك مسلم؟ قال والدي مسلم رافضي يعني شو، وأمي والصليبية. قلت له زين، أنت تؤمن بوجود الله؟ قال أنا شاك في وجود الله. قلت له يعني إيش شاك في وجود الله؟ تبين نقاط علمي؟ قال نعم. قلت له عندنا حنا الوهم وعندنا الشك وعندنا الظن وعندنا العلم، والعلم ينقسم إلى علم يقين وعين يقين وحقيقة يقين، أنت أي واحد من هذين يا من تبي تناقش نقاش علمي؟ طبعا هو لا قاري لا وهم ولا عارف الفرق بين الوهم والشك والظن والعلم. قلت له أنا سهت عليك، كم بالمية تؤمن بوجود الله وكم بالمية أنت شك في وجود الله؟ قال 25% شك في وجود الله، والبقية يعني 70% أو 75% مؤمن بوجود الله. قلت له هذا ما هو شك، هذا ظن، لأن الشك ما تساوى طرفاه. إذا كان واحد شك 50% أن في هناك عدو و50% أن ما في عدو، 50% أن السيارة اللي جاية من بعيد هذه يابانية و50% أنها أمريكية، فهذا يسمونه شك، يعني مو مترجح أحد الطرفين. أما الوهم سيكون 10% أن الناس راح يسافرون، أو أن مثلا راح يحدث زلزال في البلد الفلاني، فهذا وهم ما ينبني على علم ضعيف جدا. أما الظن فهو فوق 50%، يعني 90% أؤمن بوجود الله، 75% كما قال رجل، فهذا الظن. وأما العلم فالعلم عندنا علم يقين وعين يقين وحقيقة يقين. كيف نفرق بين هذه الأشياء؟ علم اليقين يأتيني الأخ عبد الله ويقول لي أنا جاي كما قلت للأخوة مرة، جاي من فرنسا أو خل بلاد الكفر، جاي من مكة، أي خالص عبد الله، جاي من مكة لكن شفت شيء عجيب. شنو شفت يا أخ عبد الله؟ قال شفت هناك ثمرة حجمها حجم الرقي وطعمها طعم التين وبذرها بذر اللوز وقشرها قشر البطيخ وشجرتها مثل شجرة النخلة وريحتها ريحة الشمام وهكذا. فتصدقني يا محمد، أنا إذا كنت أعلم أن هذا الرجل ثقة أصدقه، فإذا صدقته فكان هذا علم يقين، أول مرحلة من اليقين. فإذا ما جاب لي الثمرة هذه وحطها قدامي وقال لي شوفها وشفتها بعيني، صارت أقوى من العلم اليقين، صارت شنو؟ صارت عين يقين. فإذا ما قطعت منها قطعة ووضعتها في فمي وأكلتها وحسيت بالطعم وشميت الريحة وقشرتها وكلت وشفت البذر، فصارت من علم اليقين إلى عين اليقين إلى إيش؟ إلى حقيقة اليقين، ما في شك على طول. فهذه المراحل العلمية التي ودخلنا معها في كلام طويل عريض، طلع دربكت ما عنده شيء يسكين فقير انزين. فكل ما شك الفقراء يشككهم واحد واثنين وينزعزعون، أو بعدين يجون يلقون الشبهات على المسلمين. نأتي بقصة اللي يجيبها القرآن مع أبوه إبراهيم، نسمعها كما نص الله عليها في سورة مريم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه، شوف النقاش المنطقي، شوف العقل والحكمة، إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال، شوف رد الأبو شلون، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم
لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال له قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. نقاش هذا جميل فيه ترغيب لشد ولجذب هذا القلب قلب الأب الكافر واللي يبي يستفيد فقه الدعوة وفن الدعوة وسلاسة العبارات وعمق المعنى وجمال الأسلوب وروعة البيان، فليرجع إلى تفسير هذه الآيات في سورة الظلال، في تفسير الظلال للأستاذ سيد قطب رحمه الله. يرجع إلى التفسير حتى يشوف الجمال ويشوف الجلال ويشوف روعة الأسلوب الأدبي في مناظرة القرآن. أذكر منها عندما يقول إذ قال لأبيه يا أبتي، يقول كلمة يا أبتي، ما قال يا كافر ولا يا ملحد، قال يا أبتي، شوف وبالكسر ويخرجها له حتى يبين أسلوب العاطف وأسلوب الاحترام للأب. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يبني عنك شيئا، يبين أنه قاعد تعبد شيء ما يفيد، لأن يعني حتى لو قال واحد يمكن فيه فائدة لو كان شرك، يعني لو كان على الأقل أهون من الشيء اللي ما يفيد، لكن كله كفر وشرك. بعدين إيش قال له؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. شوف لم يقل إني أعلم منك، أو لم يقل أنت جاهل وأنا عالم، لا إيش قال له؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. والجانب جاءتني بعض المعلومات ما هي عندك وما اطلعت عليها، يعني كأنه تعريض، يمكن أنت أعلم مني ما له شغل، لكن هالعلم اللي جاني أنا ما هو موجود عندك، فتعال اسمع وتعال اتبعه وتعال شوف حقه ولا باطل. شوف فن الأسلوب، ما قالنا أنت جاهل وأنا عالم، كل واحد منا يحفظ له حديثين وآيتين يقرأ له 15 صفحة ويوقف على الناس ويقعد يستعرض عضلاته على أبوه عالم. ما هكذا تكون الدعوة ولا هكذا تكون الحكمة أبدا يا أخواني. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. شوف الآن براءة الأسلوب. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. ما قال إني أخاف أن يعذبك الرحمن، لا أنا ما أخاف من العذاب، أنا أخاف عليك أقل من العذاب، حتى لو يمسك بس خفيف العذاب أنا ما أرضى وأخاف عليك وأحرص عليك. وطاع البلاغة قال؟ قال إني أخاف أن يمسك عذاب من الجبار، من القهار، من منه؟ من الرحمن. جاب الصيغة التي فيها سعة رحمة وفيها ترغيب للاستجابة للدعوة، ما قال للجبار ولا للباطش ولا للمعذب، لا قال للرحمن حتى يجذب قلبه أن الله سبحانه وتعالى رحيم إلى آخر الآيات. مع ذلك استغفر لأبي. طيب الاستغفار للكافر جايز؟ أنا لما يقول لي أي واحد من أقربائي أنا كافر بالله وأنا ويجد يعني يكفر بالله عز وجل، هل يجوز أن أستغفر لهم؟ والرسول عليه الصلاة والسلام لما طلب من الله سبحانه وتعالى عندما زار قبر أمه أن يستغفر لها لم يأذن له الله سبحانه وتعالى، وكما في القرآن إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. الله منع من استغفار الكفار. شوف فكيف إبراهيم يستغفر لأبيه وأبوه كافر؟ كيف نفهم هذا الكلام؟ قال العلماء بعد أن ذكروا قول الله سبحانه وتعالى واغفر لأبي إنه كان من الضالين، قال وكان هذا الاستغفار طمعا من إبراهيم عليه السلام في إيمان أبيه، ولكنه حين ظهر إصرار أبي على الكفر والزندقة وعدم الاستجابة جعل هناك حدا فاصلا وفارقه ونبذه ودفعه ولم يستغفر له بعد ذلك، كما نص قوله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. لما شاف أنه ما في فائدة تبرأ منه أصلا وترك. ولذلك في من هذه الآية كما يقول الكاتب درس وعبرة عظيمة يا أخواني. هذا الدرس لأهل الإيمان ولأهل التوحيد والعقيدة ولأهل الإيمان والإسلام، أنه لا نجامل على دين الله سبحانه وتعالى أحد ولا نساوم في عقيدتنا أحد، فالحق واحد والتوحيد واحد والقرآن واحد والدين واحد وربنا واحد ونبينا عليه الصلاة والسلام واحد، فما فيه إما ضلال وإما هدى، إما إيمان وإما كفر، إما توحيد وإما شرك، إما نور وإما ظلام، واحدة من الثنتين. لا نجامل الكفار ولا نهادنهم ولا نلعب معهم ولا نصافحهم ولا نسلم عليهم. إذن يجب أن يكون لك حد فاصل
بخلاف المسلمين العصاة المساكين الذين يجرون وراء الحضارة الغربية ويجرون وراء متاع الدنيا الرخيص ويتركون دين الله. دين الله هؤلاء نعمل بإيمانهم ونعمل بقلوبهم ونجرهم إلى دين الله سبحانه وتعالى. نشأة إبراهيم في قومه، نشأ في قوم يعبدون الأصنام، وكان هناك رجل قد سيطر عليهم سيطرة تامة. ومتى ما يكون الناس كفار السيطر عليهم سهل، ومتى ما يكون الناس بعيدين عن الله عز وجل جبناء رعاديد فالسيطر عليهم أسهل. كانوا يعبدون الأصنام، فلما رأهم ملكهم وهو يسمى النمرود بن كنعان الكافر الفاجر، شافهم يعبدون الأصنام عقولهم خفيفة، فقال لهم تعبدون آلهة لا تسمع ولا تبصر وأنا أسمع وأبصر ولي إرادة وعقل، أنا إلهكم اعبدوني من دون الله. فأجبر قومه على عبادته. صور إنسان يدعو الناس إلى عبادته، أجبر قومه على عبادته وبدأوا يعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى. إبراهيم لما رأى المجتمع كافر، المجتمع مشرك، المجتمع ضال، أراد أن يقوي حجته ويقوي إيمانه ويقوي توحيده، فطلب من الله سبحانه وتعالى أن كيف يحيي الموتى. اسمع إلى الآيات الكريمة، وهذه آية فيها بلاغة وإيجاز، وفيها اعتراض من بعض الناس، اعتراض لا الاعتراض على القرآن ولكن طلب الحكمة. اسمع الآية معي. إذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، يعني شدهم إليك وشوفهم حتى الأربعة طيور، فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. يعني إبراهيم ايش قال؟ وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. طيب هل اطمئنان القلب غير الإيمان كما يقول الإمام فخر الدين في كتاب التفسير الكبير؟ يعني غير، قال أولم تؤمن، قال بلى، بعد قال ولكن ليطمئن قلبي. هل هناك فرق بين اطمئنان القلب وبين الإيمان؟ أنا مؤمن ولكن ليطمئن قلبي. كيف نحل هذا الفهم وكيف نبين هذا المعنى وكيف إبراهيم يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يبين له؟ قال لك المفكرين أن إبراهيم ما هو شاك في قدرة الله سبحانه وتعالى كيف يحيي الموتى، ولكن هو يؤمن أن الله يحيي الموتى، لكن أراد كيفية إحياء الموتى. مثال على ذلك، في مهندس ولله المثل الأعلى بنى هذه البناية، أنا أقول المهندس بعد ما جيت ما شفت كيف بنى البناية، أقول حق المهندس روني شلون بنيت هذه البناية، يقول لي من تصدق؟ أقول لهم صدق ولكن حتى يطمئن قلبي، أنا أبي أرى كيف بنيتها، أنا مو من أنت بنيتها لكن كيف بنيتها، حطيت طابوق على طابوق ولا جبت البناية وحطيت جزء على جزء ولا بديت من تحت ولا من فوق، بعرف الكيفية حتى يزداد إيماني ويقيني. شوف الله سبحانه وتعالى ما رد إبراهيم، لكن قال خذ أربعة طيور طبعا وقطعهم واعجن ريشهم بلحمهم، وبعد ذلك ضع كل جزء على جبل، يعني خذ مثلا جناح الطير الأول ورأس الطير الثاني ورجل الطير الثالث والعموم، وحط على كل جبل جزء من هذا الطيور، بعدين قطعهم وخلط ريشهم بدمهم بلحمهم ثم ادعوهم. فلما دعاهم إبراهيم جاءت الطيور كلها إلى إبراهيم تطير بإذن الله وبأمر الله سبحانه وتعالى، أحياها الله سبحانه وتعالى. كيف أحياها عز وجل؟ يعني قال لها كوني فكانت، فكذلك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ويوم النشور عندما يبعث الناس من قبورهم. إبراهيم أراد أن يقوي إيمانه ويقوي توحيده، لأنه يعيش في مجتمع مشرك، في مجتمع لا يعرف الله سبحانه وتعالى. الآن في مجتمعنا هذا يجي أصغر ملحد يجلس في أي ديوانية من الديوانيات اللي يقعدون من المغرب ذي الأشياء كذا، لعب جنجهم ما يفتحون كتاب ولا يقرؤون صفحة ولا يسمعون شريط ولا يسمعون أي نصيحة، مستعد يشككم ألف مرة، وأنا عندي شبهات، يعني شبهات معروفة لما تطرحها الواحد يخاف يطرحها على عقول أولاد المسلمين وأبناء المسلمين، تشكيكات في الآيات وفي السنة وفي القرآن وفي الله سبحانه وتعالى، وبين لك أن كيف القرآن متناقض والسنة متناقضة، وحتى يخوض في ذات الله سبحانه وتعالى، ما في قراءة للتوحيد. ولذلك في كتاب صراحة ودي الواحد يحرص عليه ويحطه عنده، كتاب جيد جدا في العقيدة الإسلامية والتوحيد،
هذا الكتاب بعنوان كبرى اليقينيات الكونية، كبرى اليقينيات الكونية للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، مناقشة علمية منطقية فلسفية لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى وللعقيدة الإسلامية. كتاب جيد 400 صفحة 500 صفحة، لكن والله يسوى أن الواحد يكون عنده هذا الكتاب يقرأ منه كل يوم 15-20 صفحة على مدار 2-3 أشهر، يخلص الكتاب بهدوء ويستفيد منه. الناس تقرأ جرائد كل يوم 3 جرائد 4 جرائد، مستعدة يقرأ 5 صفحات من كتاب الله عز وجل أو من التفسير أو من الحديث. الواحد يا أخواني يتنشط، وماكو داعي أنه والله حط لنا مكتبات نفرح فيها نزين فيها المكاتب ولا حد يقرأ ولا حد يشوف. الفلوس اللي قاعدين نقطع على كتب التفسير بالمجلدات تعطيها المسلمين اللي قاعدين يتم الجو أحسن، ومكتبات متروكة تفسير ماكو داعي. أنا أقول هالكلام يا أخواني لأن فعلا صار الكتب زينة في الحقيقة في بيوت المسلمين. يشتريها ب45 دينار 20 مجلد لأحد الكتب معينة، ويمر عليه 10 سنوات ما يفتح صفحة.